يعطيكم العافية. أنا معكم الدكتور كمال عليان، أنا مدرس مساق Introduction to Cyber Ethics. راح نبدأ إن شاء الله معكم اليوم أول محاضرة عندنا، في محاضرة المقدمة إلى أخلاقيات الأمن السيبراني، أم نسميها، أو ممكن نسميها ما هي أخلاقيات السايبر سيكوريتي. يعني راح نبدأ إن شاء الله فيها بالتفصيل إن شاء الله. المهم إحنا درسنا اليوم نحكي عن Introduction to Cyber Ethics. طبعا راح ناخذ سايبر سيكيورتي لوز بوليسي اند ايثكس، يعني هو العناوين الرئيسيه زي ما انتم شايفين فيها، هاي اللي راح نشتغل عليها. الان احنا شو هدفنا من الان من هاي الماده؟ انه هدفنا من هاي الماده او هدفنا من هذا الكورس كالتالي، انه نعطي فكره عامه عن ايش الفكره في الموضوع في السايبر سيكيورتي. طبعا احنا معروف الان السايبر سيكيورتي، كل الناس بتواجه السايبر سيكيورتي، ولكن الان السايبر سيكيورتي يعني مرتبط بأشياء متعددة أو متنوعة، زي مثلا في عندنا مجموعة من السياسات للبوليسي، سياسات في الأمن السيبراني، في عندي الحوكمة الموجودة، في عندي القوانين الموجودة، الامتثال الموجود، أنا حطيت قانون، هل الناس التزمت فيه ولا لا؟ هل المؤسسة امتثلت بشكل كامل أو لم تمتثل؟ مثلا هذا بسميه compliance. فإذا إحنا هدفنا إحنا في هذه المادة إنه إحنا نفهم ايش يعني سايبر ايثكس، هذا مفهوم جديد طالع من السايبر سيكيورتي. تمام، هو اكيد يعني بنحكي عن جزء من الامن السيبراني يعني، لكن ايش بنحكي عن اخلاقيات الامن السيبراني مثلا؟ احنا عم نحكي عن امن سيبراني اوكي، بس ايش هي اخلاقيات في السايبر سيكيورتي؟ ايش هي الاخلاقيات تبعت الامن السيبراني؟ فاحنا هون مهم جدا نفهم هذا الحكي، وطبعا راح نفهم ان شاء الله اهميه برضه السيكيورتي بوليسي، هذا جزء كبير جدا راح نركز عليه، لانه يعني بيؤدي الى اكمال الفريم ورك كامل تبع سايبر سيكيورتي. في هاي الماده ان شاء الله راح ناخذ كالتالي، اول شيء راح ناخذ مقدمه للسايبر ايثكس، بنعرف شو يعني السايبر ايثكس، شو يعني اخلاقيات الامن السيبراني مع بعض. تمام، ومن وين اجت سايبر ايثكس وشو اصلها، وراح نبدا فيها بالتفصيل ان شاء الله. بعدين راح ندخل نتطرق على الايثيكال ايشوز ان سايبر سيكيورتي، مجموعه من الاخلاقيات، يعني خلينا نحكي مجموعه من القضايا في السايبر سيكيورتي، القضايا الاخلاقيه. تمام، يعني ما هي القضايا الاخلاقيه اللي بتواجهنا احنا بالسايبر سيكيورتي؟ كمان في عندي سايبر سيكيورتي ايثكس كسايبر سبيس اند اذر ابلكيشن، احنا بنحكي عن الفضاء الالكتروني، راح ناخذ بالتفصيل هاي. كمان راح ناخذ على السايبر لوز. الان احنا لما نجي نحكي عن سايبر سيكيورتي عم نحكي عن سايبر لوز، عم نحكي عن قوانين في الامن السايبر في هذا الفضاء. عندنا فضاء الكتروني كامل، عندنا سايبر سيكيورتي، في له قوانين ممتده له، طبعا راح نحكي عنه. طبعا شو هي المخاطر كمان راح نتطرق لها، ريسك ان سايبر سيكيورتي، ايش هي المخاطر عم بتواجهنا في السايبر سيكيورتي. كمان عندنا السايبر ريسك اند سايبر انشورنس، شو هو يعني الريسك، كمان هنكمل شوي اكثر بالسايبر ريسك، مخاطر الفضاء خلينا نحكي الالكتروني، او كمان الانشورنس والتامينات اللي ممكن نسوي عليها، وكمان الاكشن تو سايبر سيكيورتي بوليسيز، زي ما حكيت البوليسيز هاي مهمه جدا انه احنا نعرفها في السايبر سيكيورتي بوليسيز، وهي تعتبر عنصر اساسي لكل حدا متخصص في السايبر سيكيورتي، انه يعرف ايش البوليسي اللي ماشي عليها الشركه، او ايش البوليسي اللي ماشي عليها الجامعه، او ايش البوليسي اللي ماشي عليها هاي المنظمه بغض النظر. فهاي مهمة جدا انه احنا نعرفها وندرسها بالتفصيل. فاذا هاي المواضيع اللي راح نشتغل عليها ان شاء الله خلال هذا الفصل، ونبدأ بداية ب Ethics in Cyberspace and Cyber Security. اول شيء في عندي منظمة امريكية اسمها NIST، معروفة هاي المنظمة National Institute Standard Technology. هاي المنظمة يعني هي عم تعطيك ستاندرد، وبتخليك انت تعرف يعني تسوي تعريفات، مثلا بدك تعرف انت يعني بتعمل لك التعريفات على مستوى العالم. طيب احنا مثلا عرفت لنا السايبر سبيس، ايش هو السايبر سبيس؟ ما هو الفضاء الالكتروني؟ اذا انا بدي اعرف كلمه السايبر سبيس عشان اعرف ايش هو الفضاء الالكتروني. الفضاء الالكتروني ما هو؟ هو عباره عن interconnection and association of network of information technology infrastructure، كل ما له علاقه بالاي تي كانفورميشن تكنولوجي، كاي تي، كشبكات الاي تي المتصله فيما بعضها البعض. يعني انا بحكي عن شبكه انترنت موجوده بامريكا،
موجودة بدول العالم العربي، موجودة بدول العالم شرق آسيا. كل هاي الدول متصلة مع بعض بشبكات الإنترنت. مش في شبكات إنترنت متصلة مع بعضهم البعض؟ يعني هاي الشبكة متصلة مع بعضها البعض، هذا كله أنا بطلق عليه سايبر سبيس. الإنترنت كامل متصل مع بعضه البعض، عملية الاتصال، الشبكات كامل عم تتصل، شبكات الاتصال عن طريق التلفون، الموبايل، الجوال، سميه ما شئت، الهاتف المحمول، يعني هذا كله متصل مع بعض، كل عبارة عن شبكات متصلة مع بعضها البعض. هذا المجال كامل احنا بنسميه سايبر سبيس، الفضاء الإلكتروني. تمام. طبعا خلال هذا الفضاء الإلكتروني انت في اتصالات عم بتصير، انا عم بحكي مع صاحب الي، انا مثلا بدولة عربية بحكي مع صاحب الي في مثلا بالولايات المتحدة الأمريكية، مش فيها، انا بتصل باستخدام الشبكات، بستخدم الفضاء الالكتروني. طبعا انا لما اتصل معه وعم بحكي معه في معلومات خاصه حاب احكيها، مثلا انا او قريب الى الي او اي حدا مثلا بده يحكي معي، في بيانات عم ترسل، ممكن بدي ارسل له بيانات بنكيه مثلا، ففي بيانات عم ترسل عن طريق هذه الشبكه، في البيانات الموجوده التي اكروس سايبر سبيس، هاي البيانات اللي عم تمشي من خلال السايبر سبيس، هاي ممكن تكون معلومات حساسة. ممكن أنا ببعث حوالة ويسترن يونيون، وهاي حوالة ويسترن يونيون لو أحد عرف الرقم ممكن يستلمها، مثلا أنا بدي أبعثها على أمريكا، ممكن حدا بأمريكا يستلم عن طريق الرقم مثلا. فإذا هاي المعلومات الحساسة اللي ممكن تصير الآن، المعلومات الحساسة هاي بدها حماية. هاي المعلومات الحساسة بدها حماية، أضف إلى ذلك إنه هاي المعلومات بدي أتأكد إنها وصلت بالشكل الصحيح. تمام؟ طبعا عشان أنا أحمي هاي البيانات مثلا، وعشان أتوصل بالشكل الصحيح، طلع عندنا مفهوم السايبر سيكيورتي. إذا الفضاء اللي إحنا عايشين فيه كامل، شبكات الإنترنت والاتصالات إحنا شو بنسميهن إحنا هذول كلهم سايبر سبيس، الفضاء الإلكتروني، وشبكات العادية والسيرفرات كلها هاي المواقع الإلكترونية، كلها إحنا بنسميها سايبر سبيس، الفضاء الإلكتروني. لكن أنا المعلومات اللي عم تتنقل بين هذا الفضاء الإلكتروني كامل، هاي المعلومات مش بدها حماية، مش بدها أتأكد أنها وصلت بشكل صحيح. فإذا أنا لازم أجي إيش أسوي؟ أجي لمفهوم السايبر سيكيورتي. إذا السايبر سيكيورتي هو عملية انها تمنع اي عملية تلف او دمج، تمام، اي عملية تلف لهاي البيانات المتناقلة بالفضاء الالكتروني، متبوعة بانظمة حماية وايضا انظمة ترميم للكمبيوترات والالكترون كوميونيكيشن سيرفيس، ايضا عملية الاتصالات اللي عم بتصير ما بين ما بين الاتصالات اللي عم بتصير، ما بين هاي الخدمات الإلكترونية اللي عم بتصير، خدمات الاتصال عم بتصير، الواير كوميونيكيشن كمان، عندك واير كوميونيكيشن، حتى وايرلس كوميونيكيشن ممكن تشبك عن طريق واير كوميونيكيشن، تشبك جهازك عن طريق الإنترنت، أنت شبكته عن طريق واير كوميونيكيشن، أو حتى إلكترونيك كوميونيكيشن، أو حتى إلكترونيك كوميونيكيشن سيستم، أو إلكترونيك كوميونيكيشن. يعني المقصود إنه السايبر سيكيورتي هو وجد لحماية البيانات التي تتنقل من خلال الفضاء الإلكتروني اللي هو اسمه السايبر سبيس. تعال نعرف هسه السايبر سيكيورتي بتعريف آخر، هو مجموعة من ايش هو؟ مجموعة من التكنولوجيز والعمليات، هي مجموعة من التقنيات وايضا العمليات وايضا براكتسز من التطبيقات تم تصميمها فور بروتكشن اوف نتورك. يعني انا هدفي من السايبر سيكيورتي انه احمي الشبكات، احمي الديفايسز المتصل بالشبكات، بدي احمي اللابتوب اللي عم بيتصل بشبكه الانترنت بدي احميه، الموبايل او التلفون او الجوال اللي انت بتشبك فيه عن طريق الانترنت بدي احميه، بدي احمي البرنامج اللي هو البرامج الموجوده في اللي بتشبك عن طريق الانترنت ايضا، والبيانات اللي جوا هاي الاجهزه كلها بدي احميها كامله. من ايش احميها؟ من اي اتاك، من اي دمج، اتاك من اي هجوم، او احميها من اي دمج، من اي عمليه تلف او تدمير، او ان اثورايز اكسس، اي حدا غير مصرح له بالوصول لهذا المكان انا بدي احميه منه. اذا
باختصار شديد تعريف السايبر سيكوريتي كثير مهم، وكثير مهم أنا بركز عليه صراحة دائما في كل محاضراتي، بركز دائما على السايبر سيكوريتي على تعريفه. لما إحنا الآن متخصصين في السايبر سيكوريتي ونحمل شهادة علمية في السايبر سيكوريتي، لما أجي واحد يحكي لي عرف لي السايبر سيكوريتي بجملتين، بدي أحمي. هو عبارة عن مجموعة من العمليات والتطبيقات والتقنيات التي يتم استخدامها لحماية الشبكات وحماية الأجهزة والبرامج من أي هجوم، من أي تلف، من أي عملية دخول غير مصرح فيه. بس مهم جدا نعرف هذا التعريف، تمام؟ فإذا السايبر سيكوريتي يقوم زي ما انتم شايفين هذا على 5 عناصر أساسية. هم بصراحة 3 عناصر أساسية اللي هم الكونفيدنشال انتجريتي افيلابيلتي، نسميهم احنا سي اي اي، ولكن مثلا في اكثر من كتاب يتم اضافه الاثنتيكيشن والنون ريبيوتيشن. هاي كلها عناصر مهمه اساسيه يقوم عليها السايبر سيكيورتي. طبعا راح ناخذها بالتفصيل، الان نبدا بالتفصيل على العناصر الاساسيه التي يقوم عليها السايبر سيكيورتي. طبعا احنا هنا نبدا بالكونفيدنشالي. الكونفيدنشالي اللي هو it refers to protecting the information from disclosure unauthorized parties. ما حدا يجيك اي طرف من الاطراف غير مصرح لها بالدخول. انا ممكن يجيني حدا متطفل بده يشوف معلومات ناس ثانيين، فانا بدي احمي البيانات الموجوده عندي من اي عمليه دخول من الناس الغير معنيه او الغير مصرح لها بالدخول. اذا انا ممكن اعرف الكونفيدنشالي بتعريف اخر، وهي الكونفيدنشال اللي بسميها انا الخصوصيه، تمام؟ اذا هي الخصوصيه، انا بدي احمي البيانات من تدخل الناس المتطفلين، الناس الغير مرغوب فيهم، تمام؟ فهاي البيانات بدي اياها تكون visible or accessible to the people who have appropriate privilege. يعني انا ما بدي اسمح لاي حدا غير مصرح فيه انه يشوف هذه البيانات، ممكن يشوفها بس. طب حتى على ما انه يشوف البيانات هاي، ترى يعني عمليه مزعجه. انا عندي معلومات خاصه ما بحب احد يشوفها، مثلا عندي معلوماتي البنكيه في حسابي البنكي ما بدي احد يشوفه، ف يعني هاي مزعجه مثلا جدا مثلا. فهاي معلومات خاصه او معلومات شخصيه ما بدي حدا يشوفها، فهاي بيجي المفهوم ايش الكونفيدنشالي. انا وين بحكي؟ انا بحكي بالعناصر الاساسيه التي يقوم عليها السايبر سيكيورتي. حكينا احنا هون عندنا 5 عناصر اساسيه، ولكن انتم راح تشوفوها في بعض الكتب 3 عناصر، لكن بدينا بالكونفيدنشالي وهي الخصوصيه، او يعني اللي هي الكونفيدنشالي او البرايفسي مثلا، تمام؟ نيجي هون على العنصر الثاني وهو الانتجريتي. الانتجريتي هون هو سلامه البيانات او نزاهه البيانات. انا ارسلت رساله، هاي الرساله بدي اتاكد انها وصلت بالشكل الصحيح بس باختصار شديد. يعني أنا أرسلت حوالة لشخص صديق إلي أو واحد قريب إلي، أنا ساكن بدولة عربية بدي أبعث هاي الرسالة أو هاي الحوالة لواحد في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا USA، وحولت له مثلا $1000. أثناء عملية التحويل ممكن حدا يعترض هذه الرسالة ويحولها من $1000 إلى كم؟ إلى $100. هون إذا ما وصلت بالشكل سليم، هون تعرضت سلامة ونزاهة البيانات. فإذا هون الانتجريتي انه انا احافظ على الاكيورسي، على الدقة تبعتها، الكومبليتنس، يعني بدي احافظ على انها تكون كاملة لهاي المعلومات السنسيتيف. ذا مين اوبجيكتيف، اذا الهدف الرئيسي في الانتجريتي ايش؟ انا انه احمي الانفورميشن فروم بينج الترد، من انها تعدلت. أنا بدي أحميها من إنها تتعدل. From unauthorized or unintended parties and individual، من أي طرف أو من أي شخص غير مصرح أو غير مخول. إذا في السايبر سيكيورتي رقم 1 إنه أحافظ على خصوصية البيانات، 2 أحافظ على سلامة البيانات عن طريق الانتجريتي زي ما أنتم شايفين من أي عملية تعديل. طب 3 إيش هي؟ الآن 3 هي availability. availability معناتها الإتاحة أو أنه يكون متاح. هنا بنحكي it is responsible for ensuring that only authorized parties can access the information when at the time of need.
في وقت الحاجة يجب بدي أنا إيش أسوي؟ في وقت الحاجة أنا بدي أعمل أكسس لهذه البيانات. مثلا أنا عندي أسهم، طيب شفت في أسهم من الأسهم اللي أنا اشتركت فيها انباع، تمام؟ انباع يعني سوري مش انباع، إنه ارتفع سعره. طبعا السهم لما يرتفع سعره فوق فوق مثلا فوق فوق فوق، خلاص هذا وقت ربح، بدي أربح. فباجي بشغل اللابتوب مثلا، بشغل جهازي، بدي أعمل أكسس للبنك اللي أنا شغال فيه أو المحفظة اللي أنا شغال فيها، بدي أبيع الأسهم. في هاي اللحظة في هذا الوقت كان أعطاني سيستم داون، البنك ما خلاني أعمل، طب هيك أنا خسرت ولا ما خسرت؟ البنك قال والله أنا عطلان السيستم تبعي 4 ساعات أو 5 ساعات، تعالنا بعد 4 5 ساعات. إذا هون الأفيلابيليتي، لاحظوا معي، ركزوا معي شباب صبايا، ركزوا معي على الأفيلابيليتي. أنا بدي أعمل أكسس at the time of need، في وقت الحاجة اللي أنا بدي إياها. بمعنى موقع من مواقع مثلا زي موقع أمازون دوت كوم، موقع أمازون بهمه كثير إنه يكون availability متاح. هذا موقع عالمي، موقع أمريكي عالمي، عم بيشتغل على مستوى العالم كامل. لاحظ إذا صار دروب في الموقع، دخلت أنت على الموقع قعد ساعتين الموقع هو دروب، بدك تشتري لك كتاب أو تشتري لك قطعة أو لابتوب مثلا، شفته مش موجود، بتروح أنت وين؟ على ممكن على واحد ثاني. فهون الافيلابيليتي مهمة جدا جدا للمواقع الإلكترونية، وخصوصا المواقع الإلكترونية اللي عم بتبيع. فإذا زي ما حكينا احنا، انا في عندي 3 عناصر مهمة وأساسية جدا، اللي هي الكونفيدنشال اللي هي الخصوصية والسرية، سوري الخصوصية او البرايفسي، انتجريتي احافظ على سلامة البيانات من اي عمل تعديل، والافيلابيليتي انه تكون موجود يكون متاح. اهم 3 عناصر انا بسميها CIA او المثلث القائم للامن السيبراني. لكن خلينا نحكي، في بعض الكتب بتضيف مفهوم جديد مثلا زي authentication او non reputation. تعال نشوف شو يعني authentication. It refers to the process of ensuring and confirming the identity of user. الاثنتيكيشن باختصار شباب صبايا كالتالي، الاثنتيكيشن انا بدي ادخل على موقع، بدهم يتاكدوا انه مثلا انا اسمي احمد وهذا الرقم السري تبعي. فالاثنتيكيشن هو بتحط مثلا يوزر نيم، بتحط باسورد، ولما تحطهم انت عم تتاكد انه فعلا انه احمد هو الشخص الذي دخل على هذا الموقع. اذا الاثنتيكيشن معناتها المصادقه، هي عملية انك انت تتأكد ensuring and confirming the identity of user، هوية اليوزر. في الاثنتيكيشن بركز على ايش؟ identity of user، هاي نركز فيها. ال non reputation هون انا بدي ناس تدخل موجودة تمام وتعمل عملية اتصالات مع بعض، وما حدا ينكر السيجنتشر اللي هو تبعه. يعني مثلا احنا طلع عندنا هسه مفهوم اللي هو سيجنتشر الكتروني. الان لاحظ معي كالتالي، انا ممكن اشتري، انا الان مثلا موجود في دولة عربية، ممكن اشتري حاوية من الصين وابعث لهم ايميل، والايميل ايش يكون فيه؟ سيجنتشر الكتروني خاص بالشركة تبعتي. فانا ممكن على يعني انا عم بشوف المعاملات التجارية عم بتصير مثلا بسيجنتشر الكتروني صار. فهذا السيجنتشر الالكتروني هذا زي توقيع البنك. انت عندك شيك بتوقع عليه، اذا في عندك شيك وعندك توقيع، فهذا التوقيع مهم جدا. هذا السيجنتشر الالكتروني بيكون خاص فيك انت لحالك، مستحيل حدا يقلده او حدا يشتغل، لانه ممكن تصير خراب بيت او الناس او شركه تخرب بيت شركه ثانيه، انها تقلد وتطلب مثلا كميات كبيره منها وصير طالبها وصير عليها قضايا. فاذا الريبيتيشن هون انا بدي عدم الانكار، هون انا بدي اوصل لمرحله عدم الانكار. خلاص مجرد ما وجود عليه سيجنتشر خلاص اتاكد انه هذا انت ارسلته، وانت هون ما بتقدر تنكر هذا الموضوع. اذا باختصار شديد زي ما احنا شايفين هون، ما هي العناصر الاساسيه الخمسه المتاحه، عفوا العناصر الاساسيه الخمسه اللي احنا بيعتمد عليها السايبر سيكيورتي؟ الكونفدنشلي اللي هي البرايفسي الخصوصيه، سلامه البيانات زي ما حكينا الالتر ما يتم تعديلها، والافيلابيلتي تكون متاحه وقت انا ما بدي اياها، والاثنتيكيشن عمليه المصادقه اتاكد من انه الشخص
ومن عنصر يدخن، وآخر إشي النون ريبيوديشن عدم الإنكار عن طريق السيجنتشر. تمام. نيجي الآن على مفهوم آخر وهو السايبر إثيكس. طيب نكمل هنا في السايبر إثيكس. طبعا إحنا عرفنا في البداية هون سايبر سبيس اللي هو الفضاء الإلكتروني كامل، وطلعنا منه لتعريف الفضاء الإلكتروني اتصالات عم بتصير، وطلعنا منه بعدين تعريف السايبر سيكوريتي إيش هو، بنستخدم من الحماية بدي أحمي هاي البيانات وأتأكد إنها متعدلة إيش وإنها تكون متاحة ويتم عليها المصادقة وهذا الإمكان. لكن الآن أنا بدي أوصل لمرحلة اللي بدي أطلع إلى إيش، إلى سايبر إثكس. الآن طلع علي هون maybe define the code of reasonable behavior over the cyberspace. أنا الآن أنا بدي يسموها أخلاقيات. أنا السايبر إثكس هنحكيها أو نعرفها بإيش هي. هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن أنا بدي أشوف السلوك البشري، بدي أشوف السلوك البشري عن طريق السايبر سبيس. القوانين الموجودة هي عبارة عن ناتجة من الأخلاقيات. طبعا أي قانون موجود هو عبارة عن ناتج من الأخلاقيات. طبعا هاي الإثكس are principles that responsible for guiding a person or society. طبعا الأخلاقيات الموجودة في أي مكان هي اللي بتقود الشخص أو بتقود المجتمع. يعني أنا عم بحكي عن مجتمع كامل، في أخلاقيات مجتمع مثلا، هاي الأخلاقيات هي اللي تقود هذا المجتمع، هي اللي تقود هاي الأفراد. تمام. طبعا عن طريق هاي الأخلاقيات بنقرر إحنا إيش هو الصح، إيش هو الصح، إيش هو الغلط، what is good or bad، what is right or wrong، شو الشيء الجيد أو غير جيد أو السيء في بعض الحالات. طبعا يعني الآن إحنا من الأخلاقيات إذا شفت أنت شخص كبير في العمر هذا بعطيك إنه انطباع إنه لازم مثلا يتم احترام سنه، هاي إحنا نسميها أخلاقيات موجودة بأخلاقنا. تمام. فهاي الأخلاقيات هاي موجودة في المجتمع عندنا، فما بزبط نشوف واحد كبير بالعمر ونعلي صوتنا عليه أو نرفع صوتنا عليه أو لما نجي نحكي معه نحكي معه بصوت عالي، ما بنفع تحت أي ظرف مثلا. ليش؟ لأنه بنحترم العمر. فهاي كلمة أخلاقيات المجتمع. الآن أنا بدي أوصل لمرحلة، الآن إحنا موجودين في السايبر سبيس، موجودين في هذا الفضاء الإلكتروني، في عنا مجموعة من الأخلاقيات اللي بتحكمنا من خلال هذا الفضاء الإلكتروني. تمام. فبدنا نجي نرتب مع بعض ونشوف إيش هاي الأخلاقيات ونحكيها بطريقة، نفصلها بطريقة مرتبة وبطريقة علمية. تمام. طبعا هاي it's used for regulating a person conduct and also assist individual living better lives considering moral rules and guidelines. طبعا وجود هاي الأخلاقيات ونشرها بين الناس الموجودين على الإنترنت بيساهم في عملية إنه يساهم إنه بنخلي الحياة أفضل طبعا، ونخلي عملية المشاركة فيها أخلاقيات. إحنا زي ما تحكي مثلا في أخلاقيات المهنة، مثلا كلمة أخلاقيات المهنة لما أجي أنا مثلا أتعاون، أنا بشتغل مثلا كمدرس، أخلاقيات المهنة إني أساعد الطلاب، هاي أنا بسميه أخلاقيات المهنة. فأنا برضو كمان بدي أشبك على الإنترنت في أخلاقيات لعملية الدخول للإنترنت، في عملية التعامل مع الإنترنت، في عملية البزنس بدي أسويه في الإنترنت. فهذا كله بدخل من ضمن السايبر إثكس. وهذا الحكي إحنا إذا طبقنا الأخلاقيات بشكلها الصحيح طبعا رح نوصل لحياة أفضل، وراح تعرفنا أكثر وتعملنا جايد لاين شو الصح وشو الغلط. طيب إذا إثكس in cyberspace may be described in the following ways. تعالوا نشوف كيف ممكن نشرحها السايبر إثكس من خلال الفضاء الإلكتروني. أول شيء السايبر إثكس underpins the study of ethics pertaining to the computer and network. طبعا بتركز على مجموعة الشبكات، على الشبكات والكمبيوترات الموجودة فيها. طبعا بدي اتعامل كيف اتعامل معهم، هل انا بصير مثلا اخترق جهاز واحد واشتغل عليه مثلا تعدين واستعمل جهاز واستعمل سي بي يو واحرق له السي بي يو واستعمل الكهرباء تبعته مثلا، والله انا دخلت على جهاز اخترقت واحد اخترق جهاز واحد وتم عملية تعديل عليه وطلع مصاري منها،
طب مين دفع الكهرباء؟ مين اللي جهازه تم اختراقه؟ فإذا أنا بدي أركز برضو بالأخلاقيات على موضوع الكمبيوترات وعلى الشبكات. طبعا السايبر إيثكس بتأخذ بعين الاعتبار هاي الشبكات، وبتأخذ بعين الاعتبار الكمبيوترات، بتأخذ بعين الاعتبار يوزر بيهيفير، سلوك تبع المستخدم، as well as what computer are programmed to do. برضو بدي أشوف السلوك المستخدم ايش هو سلوكه، وايش كمان الشغلات اللي برمجها شو بتسوي. السايبر إيثكس كمان بتاخذ بعين الاعتبار individuals and society. كيف يعني بتاخذ بعين الاعتبار هذا السوسيتي او individuals؟ يعني مثلا هل من الاخلاق مثلا انا ابدا اسوي برنامج يساعد مثلا على الطلاق في المجتمعات مثلا، وهذا برنامج حطيته والناس بتلعب مثلا في جيم وخلي الناس تتطلق من بعض؟ وطبعا فانا هون بدي اشوف اخلاقياتي كشخص كافراد وكمجتمع. فهون لما اجي اطلع اسوي برنامج برضو باخذ بعين الاعتبار ما هي الاخلاقيات الموجوده في هذا المناسبه لهذا المجتمع، وايضا مناسبه للانديفيدجوالز اللي هم، خلينا نحكي الانديفيدجوالز اللي هم الافراد. طيب السايبر إثيكس برضو تركز على أهمية البيهيفيرز على on the internet، يعني على السلوك المسؤول داخل الإنترنت. يعني أنا بدي أدخل على الإنترنت، يعني حتى لو أنا داخل الإنترنت يا جماعة، ترى يعني الإنترنت الآن الناس كثير عم بتشوفك، ناس كثير عم بتراقبك، فمثلا زيك زي كانك بالشارع، في عندك أخلاقيات الشارع. فلما نحكي أخلاقيات الشارع نفس الشيء هسه بنحكي عن الأخلاقيات الموجودة بالإنترنت، التعامل مع الناس، ما بصير تغلط على الناس مثلا. من أخلاقيات السايبر إيثكس بده يطلع، بده يشوف أنا إيش هي الأخلاقيات اللي يتم تطبيقها على الأونلاين انفايرمنت. إحنا عم بنشوف الآن مع الأسف في بعض تطبيقات مثلا اليوتيوب، بتشوف الكومنتس، في ناس بصير تشتم ناس أو تسب على ناس، هل هذا من الأخلاقيات تبعنا؟ طبعا السايبر إيثكس بتعامل مع هاي الحالات، بتعامل مع عمليات حتى التنمر الإلكتروني، بتعامل مع عمليات كل هاي الأخلاقيات اللي انتم شايفينها بتعامل معها السايبر إيثكس. فالسايبر إيثكس مهم جدا، مهم جدا ان نتعرف عليه، مهم جدا انه كمان حتى احنا نوعي الناس في أخلاقيات الأمن السبراني او أخلاقيات، يعني سميها ما شئت، سميها ما شئت بأكثر من مسمى ممكن، ولكن انا بسميه أخلاقيات الأمن السبراني. أنا كأمن سبراني بدي أشتغل في هذا المكان، بده يكون عندي معلومات تحت إيدي مثلا، شو اللي بعطيني صلاحية إني أشوفها أو ما أشوفها. فإذا هاي كلها مجموعة من الأخلاقيات اللي راح نحكي عنها إن شاء الله. تمام، فهي بس تعريف بسيط للسايبر إيثكس وإيش هو بيتعامل مع مين. طيب ما بنقدر نحكي عن سايبر إيثكس إلا لازم نحكي عن لوز، عن البوليسي، عن الإيثكس، عن الأخلاق، عن القوانين الموجودة، عن البوليسي، عن السياسات العامة. الآن زي ما احنا قبل شوية قلنا اللوز هي عبارة عن ناتجة من الأخلاقيات. أنا لما أجي أحط قانون ممنوع السرقة مثلا، حطيت قانون ممنوع السرقة وسوف يعاقب من يسرق بالحبس مثلا 10 سنوات مثلا، هذا قانون. طبعا هذا القانون جاي من أخلاقيات. في الأصل احنا عندنا أخلاقيات إنه عدم السرقة أو عدم التعدي على حقوق الناس أو أملاك الناس مثلا، فطبيعي القوانين عم تيجي من كناتج من الاخلاقيات، لان السايبر لو از ريليتد تو سايبر ايثكس. الان في عندي قانون، هل انا في عندي قانون في الامن السبراني؟ طبعا في عندي تشريعات. الان كل معظم الدول اللي انا بعرفها على مستوى العالم عم تعمل تشريعات في الامن السبراني وعم تعمل سايبر لو. يعني في عندنا مثلا منظمة دولية مثلا سايبر بول زي الانتربول دولية. هاي كيف منظمة الانتربول بتشتغل؟ فالسايبر بول مثلا. فإذا طلع عندنا الآن منظمات كثير، وطلع عندنا قوانين كثير عم بتصير هسه، في قوانين وتشريعات كثير. الآن الناس عم بتبيع عن طريق الإنترنت، لازم ياخذوا تصريح معين من الدولة اللي هم شغالين فيها، ولما عشان مثلا وصلك المنتج غلط، او وصلك المنتج واحد بيشتغل نصاب بحط صور لمنتجات والناس تدفع المصاري، لما يجي يوصلهم اياها ما بوصلهم بالطريقه الصحيحه. فاذا طلعت قوانين تحكم هاي المسائل كامله.
فكل الدول الآن صار فيها تشريعات وصار فيها قوانين. فالسايبر هذا مش كل احنا نسميها سايبر لو. أضف إلى ذلك الآن في عندنا السايبر إثكس، صار عندنا هسه أخلاقيات للأمن السيبراني. لأن السايبر إثكس معني بالفاونديشن أوف إيثيكال بيهيفير إن سايبر سبيس. الآن السايبر إثكس معني بأنه يحط أساسيات يعني كأخلاقيات في هذا الفضاء الإلكتروني، لكن السايبر لو هو معني أنه يحط تشريعات قانونية في مختلف البلدان. فإذا السايبر أولا أي تشريع قانوني وحتى نظام ديسبلين، يعني مثلا بحط لك نظام إذا ما تم تطبيقه بصير عليه معاقب يعني غرامة أو سجن بغض النظر حسب القانون يعني. فإذا السايبر لو كنظام بيعزز الفاونديشن اوف جود ايثيكال بيهافير، طبيعي جدا لما يكون في سايبر لو يكون في قوانين في هذا الفضاء الالكتروني اللي احنا عايشين فيه سايبر سبيس، في عندي قوانين تحكم العلاقه ما بين الناس الموجوده. فهذا طبعا هذا يعتبر اساس من اساسيات السايبر اثكس. اذا السايبر اثكس يعني يتم significantly enhanced the deploying cyber legal framework. طبعا انت لما تحط السايبر اثكس وتحط اخلاقيات منها وتوعي الناس كلها وتنشر اخلاقيات وتخلي الناس مثلا تشوفها، هذا الحكي بيساعد في تطبيق القوانين الموجوده والاطر القوانين الاطر المنظمه لهاي القوانين. تمام، تعالوا نشوف هسه البوليسي. طلع عندنا هسه مفهوم سايبر سيكيورتي بوليسي، يعني عندنا سياسات. بوليسي كلمة بوليسي معناتها سياسات. الآن البوليسي كبوليسي بشكل عام، خلينا ناخذ بس بوليسي لحالها، كلمة بوليسي لحالها سياسة. مثلا احنا عندنا مثلا سياسة في الشركة ممنوع استخدام المواقع التواصل الاجتماعي أثناء الدوام وأثناء وقت الدوام الرسمي. وقت الدوام الرسمي من الساعة 8 إلى الساعة 3، هذا وقت دوام رسمي في الشركة، في أي شركة. الآن كسياسة عامة ممكن تحط سياسة إنه ممنوع استخدام السوشيال ميديا. السوشيال ميديا تتضمن تويتر، فيسبوك، انستغرام مثلا. إذا لاحظ معي شغلة، أنا حطيت هاي سياسة عامة، هاي إيش، هاي بوليسي سياسة حطيتها للشركة. تمام. الآن طلع علي إيش السايبر سيكيورتي بوليسي. هاي هي عبارة عن إيش؟ A formal set of rules and must followed by people who are given access to company technology and information asset. هي مجموعة من القوانين، rules، بحط أنا مجموعة من القوانين، وهاي القوانين زي ما حكيت قبل شوي كسياسة مثلا حطيت إنه ممنوع أنا أستخدم مواقع التواصل الاجتماعي أثناء وقت الدوام الرسمي. فإذا must followed by the people who are given access to the company، من الناس الموظفين، the people، الناس اللي بتشتغل بالشركة، and information assets، أو الناس اللي عندها وصول للأسيت، للأصول تبعت الشركة. نفهم من people هون معناتها زي موظفين أو حتى غير people، يعني ممكن مش موظفين، مثلا ناس عاديين. أنت مثلا حاط موقع عادي، موقع على الإنترنت، وفي انك ناس عاملهم يوزر نيم وباسورد مثلا، هاي ممكن يعني كمفهوم اعمى، كمفهوم اعمق او كمفهوم اشمل مثلا. فالبوليسي عم تحكي انت مجموعه من القوانين انت عم بتحطها، وهاي ماست، طلع كلمه ماست، لازم الناس تتبعها اجباري. تمام، ف السايبر سيكيورتي بوليسي هون سيرف سيفرال بيربوزز. سيرف هون معناتها انها تخدم اكثر من هدف، several purposes يعني اكثر من هدف. like ايش؟ defining what technology and information asset must be protected. يعني انا لما اكون اعمل سايبر سيكيورتي بوليسي، انا مثلا عندي سيرفر في الشركه، طبعا السيرفر هاي في معلومات العملاء اللي عندي، طبعا هاي تعتبر السيرفر من الاسيت الموجوده عندي، وهي المعلومات حتى المعلومات جوا الشركه تعتبر اصول، وهي اصول لازم احميها. فأنا السايبر سيكوريتي بتعرف لي إيش الأشياء اللي لازم أحميها، السايبر سيكوريتي بوليسي يعني. فمهمة جدا برضو. أنا لما أجي مثلا، أنا عم بشتغل في بنك، المعلومات البنكية للناس هي تعتبر أسيت، انفورميشن أسيت، هي معلومات
مهمة جدا. يعني واحد حط إيداع عندي 10,000 تحت أي ظرف، يقول لك والله إنه مثلا بعد فترة يقول لك إنه ما إنه رقم حطه الريكورد هذا راح منه، هاي مصيبة، هاي مصيبة كبرى. فإذا المعلومات الموجودة هاي تعتبر أسد، تعتبر أصول، لازم أحافظ عليها، لازم أحافظ بالضبط. أي حدا بيعمل إيداع أشوف متى الوقت ومتى اليوم، ووثق العملية اللي حط لها الإيداع، وأعمل لها باك أب، وأعمل احتياط أكثر من مرة. فهاي كلها عبارة عن information asset، عبارة عن أصول لازم أحميها. طبعا it also cyber security response، هاي البوليسي تحمي، بتعرف لي إيش الثريتس الموجودة، إيش التهديدات اللي ممكن توصل. يعني أنا مثلا عم بخزن المعلومات هاي على سيرفر، طب ممكن السيرفر هذا مثلا يخرب، ممكن السيرفر هذا يصير فيضان مثلا، ماي ممكن يصير حريق مثلا، صح؟ مش في مجموعة من التهديدات اللي عم بيواجهها في الأسد في الأصول؟ فإذا هذا الحكي كله ببين معي عن طريق السايبر سيكوريتي بوليسي. أنا لما أحط سايبر سيكوريتي بوليسي بيساعدني إنه أعرف إيش الأشياء المهمة اللي لازم أحميها، بيعرفني إنه أعرف إيش التهديدات اللي ممكن تواجهني في هاي الأصول، أيضا بيخليني أعرف أعرف بالضبط شو المسؤوليات للموظفين. السيرفر هذا اللي فيه معلومات الموظفين هاي كلها، مين له صلاحية يدخل عليه؟ غرفة، أنا مثلا عندي غرفة سيرفر إلها مفتاح، إلها كاميرا، إلها مجموعة من البروسيسز اللي حطيتها أنا. هاي مثلا أنا بشرح، بكون كاد حاط أنا إنه في 3 موظفين أو 4 موظفين لهم الحق إنهم يدخلوا على غرفة السيرفر، بس غيرهم ما في. فهاي كلها صلاحيات وبريفليج تعطى اليوزرز مثلا، أو تعطي للموظفين الموجودين عندك. فهذا الحكي كله يتم من خلال سايبر سيكيورتي بوليسي. فإذا مهم جدا السايبر سيكيورتي بوليسي، إنه أنا بأي شركة بشتغل فيها، أي منظمة، أي جامعة، أي يعني مكان أو مؤسسة، لازم يكون عندهم سايبر سيكيورتي بوليسي. زي ما حكينا من خلالها بيتعرفوا على أكثر من شغلة مفيدة جدا لإلهم. طيب تعالوا نشوف هسه، إحنا من بداية المحاضرة بنحكي إثيكس ولو بوليسي، تمام؟ إيش التداخل ما بينهم، وإيش الانتر كونكشن ما بين الإثيكس واللو والبوليسي إن سايبر سبيس؟ طبعا هنا افترضنا إحنا هون في عنا سايبر سبيس اللي هو الفضاء الإلكتروني كامل إحنا شغالين عليه، في عندي أخلاقيات إثيكس، في عندي لو اللي هو قانون، وفي عندي بوليسي زي ما حكينا هي السياسات اللي عم تنحط. فلو افترضنا زي هيك، طلع هون لاحظ في عندي نقطة التقاء ما بينهم كاملة، هاي النقطة هاي كاملة، هاي التقاء ما بين البوليسي، ما بين الإثكس، ما بين اللو. طبعا الإثكس هي account for the code of conduct of responsible behavior that should be followed in the cyber space. طبعا الإثكس هي تعني خلينا نحكي يعني الأخلاقيات يعني السلوك المسؤول. احنا يعني بنحكيها عنه، يعني انت بتشبك على الانترنت، انت ايش مسؤول عن ايش؟ مسؤول عن حالك طبعا اكيد، لكن ايش الفكرة في الموضوع؟ ايش البيهيفير تبعك اللي انت شغال عليه هسه؟ ايش البيهيفير تبعك؟ فهو هنا الاثكس عم بيعني هو بالايش؟ خلينا نحكي بالسلوك اللي موجود والشود بي فولود، واللي انت لازم تتبعه كسلوك لما تيجي تدخل على السايبر سبيس بالفضاء الالكتروني. السايبر لوز قوانين السايبر، قوانين اللي هي قوانين الامن السيبراني مثلا، هي عباره عن مجموعه من التشريعات بتركز على انه acceptable behavior use of technology and must be followed. يعني بحط قانون ممنوع احد يدخل على حساب احد، حساب بنكي عن طريق الانترنت ويأخذ مصاري او يسرق منه مصاري، حط قانون، بشرع على القانون. وانا زي ما حكيت كل معظم الدول اللي على مستوى العالم عم بتحط الان تشريعات قانونيه وبتفصل فيها. لو دخلت على حساب واحد ثاني
وسرقت المصاريه، سرقت حسابه وحولت انا حسابك، هذا كم عقابها؟ فهذا الحكي هذا كله تشريعات الكترونيه موجوده. كيف انت مثلا تروح، انت مثلا واحد سرق بنك مثلا، يتم عرضه على القاضي، والقاضي متاكد انه هو سرق، ففي عنده قاضي مجموعه من التشريعات القانونيه بيرجع لها، فهو بعطيه حكم مثلا 5 سنين 10، بغض النظر عن الدوله اللي هو فيها. لكن نفس الشيء هون احنا بنحكي عن السايبر لودز، واحد دخل من حساب واحد ثاني واخذ منه معلومات او اخذ منه مصاري، او هاي قوانين كلها عم تنحط وماست بي فولود، اجباري انه يتم انه الناس تمشي وراها. لكن البوليسيز are made to achieve some goals and are therefore usually followed. طبعا هي يتم usually followed. انا صراحة لما احكي مثلا كسياسة عامة مثلا، انه ممنوع مثلا تستخدم الشركة زي ما قلنا، مثلا تستخدم انت في الشركة ممنوع اثناء وقت الدوام تستخدم السوشيال ميديا، لكن بعض الناس تستخدم السوشيال ميديا بعض ساعة معينة او ساعتين او شغلة زي هيك، وانا بسمح لهم او غضيت الطرف عنهم، يعني بحط بوليسي عامة اوكي يوجوالي فولد بشكل عام، يعني يوجوالي فولد انه غالبا ما يتم التتبع لإلها، تمام. فاذا بس انا الفكره في الموضوع انه الاثكس هون، لاحظ كلمه شود بي فولد، شو يعني شود؟ يعني يجب، بس ماست لا، هاي درجه من الوجوب العاليه، لكن شود اوكي فيها وجوبيه لكن مش بدرجه الماست. اليوجوالي لا، غالبا هاي معناتها. فإذا من هون احنا ايش بنستنتج؟ بنستنتج انه سايبر لوز اشياء يجب ان تطبق بشكل حرفي وبشكل حذافيري، انه ماست بي فولود، لازم احنا نطبقها. الاثكس عم بتساعدني بهذا الموضوع، والبوليسي ايضا بتساعدني في هذا الموضوع، وكل هاي يعني الفكره في الموضوع وين؟ ليش انا عندي بحط انا اخلاقيات وبحط قوانين وبحط بوليسي في السايبر سبيس؟ ليش هذا الحكي كله؟ عشان ينظم العملية وينظم الانتر كونكشن، يعني ينظم او انتر كونكشن او الاتصال ما بين الناس كلها مع بعض، الناس كلها هتشبك من كل دول العالم، ف يجب ان يتم تنظيم عملية اتصال الناس مع بعض، عم بتواصلوا مع بعض، عم بصير مليارات المليارات بيناتهم بزنس، فهاي بده يكون في تواصل بيناتهم، عم بيحكوا مع بعض كثير طبعا على مستوى العالم، فبده يكون في زي آلية تنظيم. هاي آلية التنظيم لحالها السايبر لوز ما بتكفي، لازم يكون عندك الأخلاقيات اللي تدعم هذا الموضوع، وكمان تحط كمان بوليسيز، كل دولة تحط بوليسي معينة خاص بها، كل شركة تحط بوليسي، كل مؤسسة تحط أو منظمة تحط البوليسي الخاصة فيها، تمام. تمام، الآن إحنا عندي الـ Privacy and Security. طيب، الآن شوفوا كالتالي شباب، صبايا، إحنا هون قبل شوي حكينا عن التداخل ما بين الـ Ethics Policy Laws، صح ولا لأ؟ ويعني وشرحنا عنهم شو الـ Ethics عم بيشتغل والـ Cyber Laws والـ Policy. في عندي شغلة بس مهمة جدا في موضوع الـ Privacy و Security. الـ Privacy والـ Security are comparable، يعني بيظلهم يقارنون من بعض، كـ Privacy وكـ Security. الآن تعال نشوف الـ privacy إيش معناتها. compares to any right one has to control the personal information and how it used. أنا رحت سجلت مع البنك، حطيت معلومات الشخصية، مين له حق إنه يشوف هاي البيانات؟ سؤال، مين له حق إنه يتعامل مع هاي البيانات أو يتحكم فيها؟ كيف يستخدمها؟ مثلا كمثال أنا بحكي. فهاي شو معناتها هاي privacy. لكن كسيكوريتي consider how personal information is protected، يعني السيكوريتي بهمه انه كيف احمي هاي البيانات الشخصية الموجودة عندي، لكن البرايفسي انا عم بحكي بشوفها من وجهة نظر ايش، مين له حق انه يتحكم فيها او مين له حق انه يستخدمها. لكن صراحة يعني ما بنقدر احنا نفصل السايبر سكيورتي، يعني سوري، ما بنقدر نفصل السكيورتي عن البرايفسي، غالبا بكونوا اوفرلاب. ايش يعني اوفرلاب؟ بكون عملية تداخل ما بينهم
في يعني في الحياة الحقيقية يعني في الريل وورد they are not the same. هم طبعا مش نفس الشيء، أكيد مش نفس الشيء. security عم بحكي إنه كيف أحمي البيانات الشخصية هاي، البرايفسي عم بحكي كيف أشوف مين الشخص اللي له حق يطلع عليها أو يتحكم فيها أو يستخدمها، هاي بسموها الخصوصية. لكن تعالوا هسا حتشوف هاي الرسمة رح تكون معبرة أكثر. طلع مثلا هون بركزوا على السكيورتي بناء أكثر، يعني عم باخذ من البرايفسي وعم بأكد على السكيورتي، مثلا زي ما انتم شايفين هون في هاي الرسمة. فهاي مثلا إشي على حساب إشي، يعني مثلا زي هيك. فبيجيك العمال اللي جوا، المعلومة العمال اللي بيشتغلوا مثلا جوا هذا البيت، وبشوفوا كل البيانات اللي جوا زي هيك كبرايفسي. طب لا، ليش اعطيهم كل البيانات اللي هون؟ طب ليش ما اعطيهم مثلا خشب من برا واجيبه واخليه يحمي واخلي السكيورتي برا عالي؟ يعني في اكثر من فلسفة في هذا الموضوع. طيب تعالوا نشوف هسه، انا لما اتعامل مع البيرسونال انفورميشن، المعلومات الشخصية، there may be three situations. تعال نشوف الحالات اللي أنا بتعامل مع البيانات الشخصية أو المعلومات الشخصية. أول شيء ممكن ترى الـ privacy و security are maintained، يعني أكون أنا محافظ على الـ privacy، أوكي، محافظ على الـ privacy بشكل عام، على الخصوصية تحت المستخدمين عندي مثلا، وكمان برضو محافظ على الـ security تبعتهم عالية، ما في حدا بيقدر يدخل عليهم أو يشوفهم أو يعدل عليهم كسكيورتي. Your personal information stays with you. خلاص معلوماتك الشخصية معك أنت، ما حدا بيقدر يتطفل عليها أو يغعدل عليها. لكن مرات، تعال نشوف الثالث بعدين راح نبدأ بالثاني. Both privacy and security are compromised. أنت يعني معلوماتك نشروها أصلاً، ونظام السكيورتي أصلاً موجود في هذا الموقع أو هاي المنظمة compromised، تم اختراقه، وهيك لا عندك خصوصية ولا في سيكوريتي موجودة. فهي حالات انه انا كيف بتعامل، برجع بذكر انا كيف عم بتعامل مع البيرسونال انفورميشن، كيف بتعامل مع البيرسونال انفورميشن. والحالة الاولى انه هم اثنين مينتيند، اثنين تم الحفاظ عليهم، والحالة الثالثة خلينا نحكي انه هم اثنين تم اختراقهم، تمام. لكن تعال على هون، برايفسي مي بي كومبرومايزد، هسه الخصوصية ممكن تم ايش اختراقها، لكن السكيورتي از ستيل مينتين. هون يور بيرسونال انفورميشن مي بي نوت اونلي وذ يو، معلوماتك الشخصيه مش معك انت لحالك. كيف يعني البرايفسي تم هون اختراق؟ طلع لي هذا البيت مثلا، هذا الشخص عايش هون والجماعه اللي بدهم يشتغلوا هنا بدهم يامنوا السكيورتي، فعم بشيلوا قاعدين من وين؟ عم بشيلوا من الخشب اللي هو، فما في عنده صار برايفسي داخل بيته. لكن لاحظ انه هون ايش السكيورتي عم بيأمنوا عليه. فهون عم نحكي بهاي الحاله انه كثير من الاحيان انه سكيورتي، انت عم بتوظف ناس كثير سكيورتي مثلا، والناس كثير السكيورتي هذول بيطلعوا على المعلومات اللي داخلها المنظمه او المؤسسه اللي انت فيها، وهيك معلوماتك الشخصيه بطلت لك لحالك. فهون انت بدك تاخذ بعين الاعتبار ايش راح تسوي، او ايش اسوي، ايش ابدي، مين على مين، او ابدي ايش يعني معناتها مين، احط اولويه هون ولا هون او هاي على هاي، تمام. اذا السكيورتي is essentially about protection against the unauthorized access of data. انا في السكيورتي هون بحاول احمي البيانات من اي عمليه وصول لها. طبعا هي بتركز conducted by deploying security controls to limit who can access the information. في عندنا شغلة اسمها security control. ايش يعني security control؟ security control معناتها كاميرا، بصمة. الان انتو لما تروح انت بدأ غرفة سيرفر، مش بقول لك حط بصمتك او هات الكرت تبعك، او انت كموظف لما تيجي تداوم مش بتحط الكرت وتبصم عليه؟ هاي الاشياء احنا ايش بنسميها احنا؟ security controls. تتحكم بالناس اللي كان بيعملوا access information. فالsecurity بشكل عام هو بيركز لك على انه يحمي البيانات من اي عملية وصول غير مخول لها. وطبعا هي تتم عن طريق انه تعمل deploying security controls، انها تحط مجموعة من controls عشان تتحكم في هذا عملية الوصول.
فالسكيورتي از برايمري كونسيرد وذ بروتكشن اوف داتا وايل ستورد. طبعا برضه هو كسكيورتي انا معني بالبيانات المخزنه بالداخل المنظمه، او انه خزنت معلومات داخل المنظمه، انا معني انه احميها، معني اثناء النقل، اثناء النقل هاي البيانات. انا عم واحد طلب يشوف حسابه في البنك، عامل ريكوست او اكسس معين بده يشوف حسابه في البنك، هون في ترانزيت عم بنتقل من حساباته في البنك للعميل نفسه. فاثناء عمليه الانتقال ما بدي حدا يعترض، فانا معني كسيكيورتي انه احميها. ايضا during processing بده يعمل عمليه تحويل بنكي، مثلا عميل عندي في بنك بده يعمل عمليه تحويل بنكي، هاي بسميها during processing. and the related information asset like server mobile devices. اذا السكيورتي باختصار شديد، انا السكيورتي هو معني انه هو يحمي البيانات المخزنه والبيانات اثناء عمليه انتقالها، وايضا اثناء المعالجه تبعتها، وايضا انه يحمي الانفورميشن اسيتس، الاصول الموجوده، الاصول الموجوده زي السيرفرات والموبايلات، هي كلها عباره عن اصول. فبرضه كمان معني انه احمي السيرفر، انا كسكيورتي اصلا اهم شيء عندي اني احمي السيرفر تبع الشركه، واحمي البيانات تبعت الشركه او المنظمه اللي انا شغال فيها. فمهم جدا هذا الحكي انه احنا نكون مستوعبينه وعارفينه وفاهمينه 100%. تمام. تعالوا نشوف هسه البرايفسي. البرايفسي هسه بتتعامل مع ايش؟ مع الاندفجوالز رايت، زي ما حكينا قبل شوي انه نشوف مين الاندفجوال رايتس اللي لهم حق الاشخاص انه يمتلكوا هاي البيانات، اللي اصلا هي مبنيه على الحياه الشخصيه للناس. ويعني مثلا لان انت بدنا نعرف البرايفسي، كيف البرايفسي؟ انت عم تتعامل مع معلومات الناس الشخصيه، حساباتهم البنكيه الشخصيه، حساباته البنكيه حاط لك مثلا كم عيلته، كم عدد عائلته مثلا، او انت في منظمه شغال الناس الموظفين، اي واحد بيشتغل في المنظمه بكون حاط هل هو متزوج غير متزوج، كم عدد اولاد اسرته، كم عدد هل هو معيل لاهله او لا. يعني في معلومات شخصيه خاصه لكل بني ادم، لكل بني ادم، لكل موظف. هاي كلها اصلا مبنيه على ايش؟ على الاكتيفيتي تبعت الناس. طبعا البرايفسي انا بتعامل مع مين له حق انه يشوف هاي البيانات او يمتلكها، او كمان انا مين له حق انه هو يشوفها او يتعامل معها. Restricting the outward flow of the data of that data، انه هاي البيانات للناس هاي مين له حق انه هو يشوف او يتعامل فيها. فهاي في بشكل بسيط ايش يعني البرايفسي. تمام. طبعا خلينا نشوف زي يعني لما نيجي نحكي برايفسي برايفسي برايفسي، خصوصيه خصوصيه، عن ايش انا بقصد؟ زي ايش مثلا برايفسي؟ انا عندي مثلا بيرسونال ايدنتيفايبل انفورميشن بي اي اي، معلوماتك انت الشخصيه اللي بتعرفك انت عن كل الناس، اهلك، معلومات اهلك، معلومات ارقام تلفوناتك الشخصيه، ارقام تلفونات اهلك، الاحتياط بتحطها مثلا انت شغال بشركه بتحط احتياط الواحد من اهلك، رقم تلفون ثاني، هاي كلها عباره عن معلومات شخصيه بدك تحافظ على البرايفسي تبعها. ايضا بيرسونال هيلث انفورميشن، كل بني ادم هو الموجود له سجل مرضي، انا ما بحب احد يشوف مثلا سجل مرضي مثلا، ف هاي بدك تحافظ على البرايفسي هون. هاي نقطة. نقطة ثانية كمان بدك تحافظ على personal financial information PFI، اللي هي المعلومات البنكية للناس أو معلوماتهم المالية. طبعا كل واحد أكيد عنده بيحب يكون عنده خصوصية، ما بعرف ما بحب أنا يكون حدا يشوف معلوماتي البنكية أو معلوماتي المالية، شو عندي أصول، شو عندي ممتلكات مثلا. فهي كلها عبارة عن شغلات خصوصية. And also برضو some private information related to the person، بعض المعلومات الشخصية بعض الإنسان، أكيد في أكثر معلومات شخصية. فإذا إحنا بنحكي عن privacy هون، فإذا privacy هون عم بتعامل أنا مع المعلومات الشخصية للناس، سواء كانت شخصية أو
صحية أو مصاري أو حتى أي معلومات خاصة في الإنسان في الـ individuals البشر. برضو كمان بدنا نتأكد إنه إحنا نعرف مين هم اللي يتعاملوا معها أو كيف يتحكموا فيها. طيب إحنا لاحظ شغلة هون، هون أجا عندي need of cyber ethics، احتياجنا إحنا للسايبر إيثكس. تمام، هون النيد اوف فور سايبر إيثكس، هون بنحكي عن احتياجاتنا احنا للسايبر إيثكس. طبعا احنا عشان نعرف احتياجاتنا للسايبر إيثكس بنحدد في عنا تو كاتيجوري مهمات جدا، هم حكينا عنهم اللي هم برايفسي وسكيورتي. طبعا برايفسي وكولكت بيرسونال انفورميشن، بتجمع معلوماتك الشخصيه، مثلا يوزنج اند disclosing personal information in authorized manner، يتم استخدامها وعرضها بطريقة معينة. data quality، الـ access للـ personal information، مين اللي يعمل لك access، مين بيشوف هاي، والـ quality اللي هي الجودة تبعت البيانات مثلا، كيف يتم حفظها أو كيف يتم. طيب شوفي هون السكيورتي، السكيورتي طبعا احنا حكينا عن confidentially اللي هي data being stored safe from unauthorized access and use، اللي هو ما بدي اشوف الخصوصية تبعتها مثلا، انه ما حدا انه مخزنة بطريقة سليمة وما حدا انه غير مصرح له بالدخول انه يدخل. integrity انه اتأكد انه الداتا تم موثوقة وانها دقيقة وما حدا عدلها. availability انها تكون متاحة وقت بدي اوصلها بوصل لها. تمام، فلاحظ انه هنا protection of personal information، هنا لاحظ هنا الاوفرلاب ما بين البرايفسي وبين السكيورتي، انه انا اوصل لحماية المعلومات الشخصية، بدي احميها واخليها خاصة عن جد. فكيف انا احافظ على البرايفسي؟ عن طريق السايبر سكيورتي اكيد، وهذا الحكي كله بدعمنا عن طريق السايبر ايثكس. مرات انت بدك تحط اخلاقيات، والاخلاقيات هاي هي بتساعدك على هذا الموضوع، على انك الناس تعرف ايش يعني برايفسي، ايش يعني سكيورتي، ايش يعني اخلاقيات في خلال الفضاء الالكتروني. لانه يعني مرات الناس بالفضاء الالكتروني بيعتبروا حالهم ان هم باخذوا راحتهم زياده، تمام، بكون اقل نضجا، هيك الدراسات عم تقول، الدراسات عم تحكي انه الانسان بالفضاء الالكتروني بيكون اقل نضجا. فانت هون بدك تحط مجموعه من المحددات له، تعتمد على الاخلاقيات اكيد، وتعتمد على الخصوصيه، تعتمد على السكيورتي زي. طبعا مبادئ السايبر إيثكس، هون اجتنا الحاجة لنعرف شو يعني السايبر إيثكس، هون دخلنا في مبادئ السايبر إيثكس. في عندنا مجلس هندسة الإنترنت، هذا طبعا عبارة عن مسؤول عن الـ IETF، وعبارة مؤسسة منظمة عالمية على مستوى العالم. طبعا هي منظمة أمريكية ولكن هي على مستوى العالم بتحط الستاندرد على مستوى العالم. عرفت الأشياء أو النشاطات الـ unethical and unacceptable، يعني عرفت لك إياهم بشكل يعني خلينا نحكي أساسي. رقم واحد إيش بحكي لك؟ الـ activity seeking to gain unauthorized access to the resource of internet، الأشياء الغير أخلاقية أو الغير مقبولة إن يكون عندك activity هدفها أن توصل بطريقة unauthorized، بطريقة أنت غير مصرح أنك تدخل. يعني أنت حتى لو موظف عادي في داخل الشركة، موظف عادي ما بيحق لك تشوف معلومات تبعت المدراء مثلا مثلا. فهون اي اكتيفيتي من هذا النوع للمصادر عن طريق الانترنت هذا يعتبر غير مقبول او غير اخلاقي. ايضا الاكتيفيتي disrupting the intended use of the internet، الاشياء اللي عم بتعطل الناس، بتعطل مصالح الناس، بتعمل تعطيل لها. ايضا الاكتيفيتي ذات ليد wasting resources، انها عم بتضيع المصائب، بتضيع resources المصادر، بتضيع الناس، الكاباسيتي، الكمبيوتر. يعني مثلا عادي ممكن انت تسوي لك مثلا اكتيفيتي معين، وهذا الاكتيفيتي بيستهلك الكاباسيتي الانترنت تبع الناس، وهيك يعني بالمزح مثلا بدك تمزح مع واحد تسوي له برنامج، وهذا البرنامج عبارة عن برنامج اختراق، وبيخترق له المصادر اللي هو موجودة في جهازه، وبيخترق له الانترنت تبعه، وبس بيخليه بيشغله زيادة مثلا. فهذا تصرف غير مقبول حتى لو كان مزح. ف activity that destroys the integrity of computer based information، اي activity بتعمل على تدمير
سلامة المعلومات أو تدمير سلامة البيانات المعتمدة على الكمبيوتر. يعني أنت أرسلت حوالة إلكترونية، هاي حوالة باي بال مثلا أو أي أو ويسترن يونيون أو أي حوالة إلكترونية بغض النظر عنها، أو عملت أي شغلة تعتمد على المعلومات على الكمبيوتر ودخل حدا بالنص عن طريق التاك، ما ادري من التاك او اي شيء بغض النظر كيف صار مثلا او كيف صارت، وغير لك اياها، فهذا يعتبر تصرف غير مقبول وغير اخلاقي. activity that compromise the privacy of users، اي activity اي نشاط يتم من خلاله انه اختراق الخصوصية لليوزرز، فهذا الاشي غير مقبول غير اخلاقي. تمام، هاي عرفت الاكتيفيتيز. طبعا طلعنا بكمبيوتر ايثكس تون كوماندنس، طلعنا بعشر وصايا اخلاقيات. الان طلعوا ايش العشر وصايا الاخلاقيات اللي طلعت فيها المنظمة. الكمبيوتر shall not be used to harm other people. الان شباب، يعني شباب صبايا، والله انا بعرف في بعض الناس عم بتسألوا هسه، بحكي دكتور شو عم بحكي، هاي شغلات احنا اوريدي عارفينها. لا لا، احنا بدنا نثبتها ونخلي الناس ونذكر الناس فيها. يعني اخلاقيات المهنة بتلاقينا مثلا في شغالين بشركات بمؤسسات منظمات، بكون حاطين لك اخلاقيات المهنة كمنشور، او لما انت تيجي تتوظف بقول لك هذا الوصف الوظيفي الجوب ديسكريبشن تبعك، وكمان بكون كاتب لك مثلا ما هي اخلاقيات المهنة، من باب التذكير، من باب انه حتى انه الناس يعني ما تستغفل الناس، او انت كمان تقول له والله في ترى في اخلاقيات المهنة موجودة عندنا في السايبر سبيس، احنا موجودين هنا في الفضاء الالكتروني، احنا في عندنا مجموعة من الاخلاقيات بتحكمنا حتى بالسايبر سيكيورتي، كسايبر سيكيورتي شغالين بدنا نحمي السايبر سبيس والبيانات اللي جواته، وفي عندي لما اجي احميك، حتى انا بدي اجي احميك مش معناته اني اجي احميك اجي اطلع على معلوماتك الشخصية مثلا، فهون انا بدي ادخل باخلاقيات، فلازم اذكر الناس واشتغل معهم هذا الموضوع. فالكمبيوتر shall not be used to harm other people. انا بدي احط 10 وصايا انه الكمبيوتر بتستخدمه انت ما بصير تأذي الناس الثانيين. one must interfere with other people computer work، ما بصير تتدخل بشغلهم او تتطفل عليهم. is unethical to snoop around other people computer files. تمام، ما بصير انت هون تتطفل على الملفات تبعت الناس. يعني اي شخص بيستخدم الكمبيوتر بيجيب واحد ثاني يدخل يشوف معلوماته الشخصية ويشوف ملفاته الشخصية، ما بصير هذا unethical غير اخلاقي. التطفل على الناس ومعرف ورؤية ملفاتهم الشخصية، ممكن حاط صوره الخاصة مثلا. A computer must be used for stealing، أنت عم تستخدم الكمبيوتر للسرقة، هذا الشيء must not be used، يعني يجب أن لا يستخدم الكمبيوتر في عمليات السرقة. Computer must not be used for bearing a false witness، إنه ما بصير أنا أستخدم الكمبيوتر لإدلاء شهادات مزورة، ولا أنا من خلال الكمبيوتر آه والله أنت شفت شهادات مزورة، أنا شفته إنه راح كذا كذا. تمام، it is unethical to copy or use ملكية البرامج software without permission or paying for it، غير أخلاقي إنك أنت تنسخ برامج وتستخدمها إلك بدون ما تأخذ إذن أو تدفع لصاحبها. is unethical to access individual computer resources without authorization، تدخل على الكمبيوتر للناس وتستخدم المصادر تبعهم بدون أي إذن أو بدون أي صلاحية. كمان برضو unethical to appropriate اللي هي ملكية ال other people intellectual output، الناس في عندنا في شيء اسمه ملكية فكرية. الملكية الفكرية إنه أنت عم تأخذ أفكارهم، تأخذ المجهودات تبعتهم، برضو من غير منطق نستخدم الكمبيوتر لهذا الموضوع. When writing a program or designing a system, one must think about social consequences. أنا لما أجي أكتب برنامج برضو لازم أفكر في العواقب اللي ممكن تصير في هذا المجتمع. أيضا إحنا عم نحكي عن computer shall always be used in ways that ensure consideration and respect
for fellow humans. يعني برضو ان لما نيجي نحكي عن الكمبيوتر، لما يتم استخدامه بطريقة انه يضمن احترامه للإنسانية، للناس الموجودين، تمام، فهذا اشي مهم جدا. كمان غير السوشيال consequences اللي هي اللي حكينا عنها، اللي هي انه انا لما اجي اسوي برنامج افكر في العواقب اللي ممكن تصير كسوشيال consequence، يعني كعواقب بتصير على المجتمع، بفكر برضو في احترام الانسان. يعني مثلا زي ما حكيت لكم، بتذكر انه هل من اخلاق انه مثلا اسوي برنامج يساعد على زيادة نسبة الطلاق مثلا بين الازواج مثلا كمثال. فهنا في عواقب مجتمعية، أنت أكيد ممكن تسوي برنامج تربح فيه، بس إيش العواقب اللي بتيجي منه على المجتمع؟ فبرضو كمان احترام الإنسان، تمام. إذا إحنا طلعنا بهاي الخلاصة إنه what should be done morally and what should not be done. هسا بناء على 10 comments set of principles صار عندنا، بناء على 10 أخلاقيات هذول اللي حكينا عنهم هذول هسا، اللي هم الكمبيوتر اثيكس، كمبيوتر اثيكس على 10 وصايا. طبعا طلعنا ب يعني هيك، يعني زي وثيقة أخلاقية، do and don't. إنه do think about social consequence of writing program and designing. يعني صرنا نحط هاي الأخلاقيات العشرة أو الوصايا العشرة اللي بنحطها للناس عم بيستخدموا الفضاء الإلكتروني، انه مثلا نصير نحكي لهم والله فكر بالعواقب هاي. and always use computer in a way that guarantee consideration that respect of other individual. يعني وانت كمان برضو بتفكر بعملية انت دائما هون مثلا use a computer، بتستخدم البرنامج الكمبيوتر، استخدمه بطريقة انه يكون في احترام للأفراد، تمام. هاي مثل تحت مبدأ دول. and don't يعني تم اختصارها بس بشكل سريع، don't use computer for، لا تستخدم الكمبيوتر عشان تأذي الناس ولا تتدخل في حياتهم ولا تتطفل على ملفاتهم ولا تستخدمه للسرقة أو لشهادات الزور أو إنك تنسخ السوفت وير أو بدون ما تأخذ إذن، أو don't use other people computer resources. زي ما تذكروا قلنا ما تستخدمش أي حدا، تستخدم مثلا عميل تعدين أو بيتكوين وتسوي على برنامج على جهازه وتطلع مصاري من جهازه مثلا، او تستخدم الانتلكتشوال اوتبوت اللي هي الانتلكتشوال اوتبوت اللي هي الافكار او براءات الاختراع، تمام. فهاي بس بشكل عام احنا طلعنا بهاي الاخلاقيات، 10 وصايا اخلاقيه احنا بنحطها طبعا لكل المؤسسات، لكل الشركات، لكل المنظمات، انه اساس تذكر الناس اللي عم تشبك في السايبر سبيس، في الفضاء الالكتروني. طبعا تعالوا نشوف هسه مصادر sources of ethics، what makes something ethical or unethical in cyber space. احنا الان في الفضاء الالكتروني موجودين، الان ايش المصادر الاخلاقيات الموجوده عندنا؟ طبعا مصادر الاخلاقيات اللي عندنا احنا نطلع عليها كالتالي، بنشوف هنا السايبر ethics كلوز كقوانين، بنشوف السايبر ethics كفلسفه philosophy، السايبر ethics social norms اللي هي قواعد المجتمعية كسلوك مجتمعي، السايبر ethics as environmental ethics كالبيئة environmental بيئة، كpolitical ethics الأخلاقيات السياسية، السايبر ethics الموجودة بالeconomic ethics، والسايبر ethics in religious ethics. إذا أنا عندي هنا مجموعة من المصادر اللي بعتمد عليها أنا في الأخلاقيات في الethics. تعال نشوف أول واحدة. لو انا سالتك ايش هي السورس اوف ايثكس، القانون، الفلسفه، قواعد المجتمع اللي احنا شغالين فيها، هاي كلها تعتبر من مصادر انا لما اجي اصنف الاشي انه هو اخلاقي او مش اخلاقي، باجي بصنفه بناء على ايش؟ بناء على القوانين الموجوده، على السلوك، قواعد السلوكيه للمجتمع الموجوده، بناء على الطبيعه. الطبيعه راح نشرحها هسه بتفصيل. تعال شوف هسه سايبر ايثكس از لوز. It refers to that fact that specific laws are derived from ethics. احنا حكينا انه الاخلاقيات انه يعني في بعض القوانين تم اشتقاقها من الاثكس بشكل عام.
السايبر لوز، تذكر انه بيكون على السايبر لوز اللي هو القانون، قوانين الامن السبراني، والسايبر ايثكس ار انتر كونكتد اند ديبندنت اون ايتش اذر. يعني ما نقدر نحكي انه انا عندي سايبر ايثكس الاخلاقيات تبعت الامن السبراني وبعيده عن قوانين الامن السبراني، لا، هما الثنتين متداخلات مع بعض. السايبر ايثكس متداخل مع السايبر لوز، الاخلاقيات الامن السبراني تتداخل مع قوانين الامن السبراني او قوانين السايبر، قوانين الفضاء الالكتروني. تمام، بحكي بشكل عام، الاخلاقيات الفضاء الالكتروني تتداخل مع قوانين الفضاء الالكتروني، او اخلاقيات السايبر سيكيورتي تتداخل مع اخلاقيات مع قوانين السايبر سيكيورتي، سميها ما شئت. تمام، بس انهم مثلتين متداخلات ويعتمدوا على بعضهم البعض. The increasing significance of cyberspace may be further. طبعا هو يعني احنا بنحكي عن الفضاء الالكتروني، الفضاء الالكتروني عم بيزداد اهميته يوم ورا يوم. طبعا هذا يعني لما الناس كلها عم تشبك على الفضاء الالكتروني، انت تشوف لك مليار بني ادم بيشبكوا قاعدين مع بعض، تلاقي لك 500 يوزر اونلاين موجودين هسه. فهذولا مش بعطيك كومبلكس ليجل بوليسي اند ريجولاريتي ايشوز، يعني بعطيك مجموعة كبيرة من القضايا الإلكترونية أنت ممكن ما تخطر على بالك، بس حيخلق لك هذا الاهتمام وهذا التزايد في السايبر سبيس، الفضاء الإلكتروني، راح يخلي كثير شغلات هيك صعبة من ناحية قانونية، وحتى من ناحية السياسة العامة، ومن ناحية حتى الريجولاريتي ايشوز، من ناحية القوانين حتى. احنا هون عشان هيك احنا محتاجين السايبر اثكس عشان نعزز السايبر لوز، يعني عشان نعزز القوانين. طبعا انا بهمني اني اطبق القوانين السبرانية بصراحة، او قوانين الامن السبراني على كل الدول، ولكن هاي القوانين لحالها كقانون ما راح تقدر تطبقها كقانون كامل، لا، انت محتاج الاخلاقيات عشان انت لما تيجي تعزز الناس وتيجي تحكي لهم تعظهم وتذكرهم ترى احنا عندنا اخلاقياتنا كذا كذا كذا، وما بصير يا جماعة انه نشتم فلان سواء كان عن طريق الفضاء الالكتروني مثلا، عن طريق الانترنت. فهذا ممكن انت ما تضطر انك تستخدم السايبر لوز. اذا فلاحظ معي هون السايبر ايثكس از لوز، انا هون استفدت من القوانين، استفدت منها في السايبر ايثكس. تمام، اوكي، تعال نشوف هسه السايبر ايثكس از ا فيلوسوفي، الفلسفه ما وراء ذلك. يعني it's explore the philosophical aspect behind ethics that include a life between birth and death. احنا الان كل بني ادم، يعني كل بني ادم بيقول لك انا فلسفتي في الحياه كذا، مجموعه من الناس مجتمع مع بعض بيقول لك احنا فلسفتنا، احنا حتى ممكن لاعبين كره قدم يقول لك انا فلسفتي تيكي تاكا مثلا، فلسفتي تيكي تاكا اللي هي اللي انه الناس عم بت هاي فلسفة في كرة القدم موجودة، إنه الناس عم بتناول الكرات وبدهم مش يجيبوا الكرة يعني الجول مباشرة، بدهم يعني يكون في 20 لمسة 15 لمسة قبل الجول، يعني بعطيها جمالية. فأنا هذا إحنا بنسميها فلسفة. فأنا كسايبر إيثكس بستفيد من هاي الفلسفة الموجودة عند الناس أو عند المجتمعات. As gaining an authorized access to someone account or إنك أنت تحصل على يعني يصير عندك وصول لحسابات شخص ويتم اختراق الخصوصية تبعته و situation are unethical. يعني الآن أنت يعني خلاص إحنا معروفين إن مثلا فلسفتنا مثلا في إنك أنت مثلا أي بني آدم بيستخدم الإنترنت كفلسفة، أنا بحكي كفلسفة، أنت بتيجي بتحكي كفلسفة عامة، أي واحد بأخذ أكاونت واحد ثاني هذا الإشي غير أخلاقي، أو أي واحد بشوف معلومات الثاني هذا إشي غير أخلاقي. فاحنا هنا استفدنا كسايبر ايثكس من الفلسفة العامة من للناس زي هيك. طيب كمان نحكي عن السايبر ايثكس از سوشيال نورمز، سوشيال نورمز هنا لازم نحكي عن قواعد السلوك تاعت المجتمع. It deals with the community ethics. كيف يعني؟ انا بدي اتعامل مع الاخلاقيات المجتمع. معروف في مجتمعات بقول لك احنا الكرم عندنا هذا جزء من اخلاقياتنا احنا كمجتمع. تمام، فاحنا مثلا فبيجيش حدا يقول لك والله طب ممكن ناس تصنف لك الكرم انه عبارة عن هدر. هون ففي عندك انت اشي، كل اشي له علاقة بمجتمع خاص فيه. فانت كسايبر ايثكس
لما تيجي تحط أخلاقيات، لما تيجي تحط تستفيد من هذا السوشيال نورمز اللي هي قواعد السلوك المجتمعية الموجودة عندنا. ف أنا لما أجي أنا لما أجي أحدد إنه هذا الإشي صح أو خطأ، أو هذا الإشي كويس أو سيء، بعتمد على السوشيال ميديا. How has it impact on community life and changes the global communication؟ أنا لما بدي أحدد مثلا أحدد مجموعة من الأسئلة، وأحدد مجموعة من أسأل حالي كم سؤال، وأشوف إنه هذا الإشي كويس أو أخلاقيا كويس أو لا، إذا أنا إيش بدي أسوي؟ بدي أتأكد، برجع للسوشيال ميديا، برجع للأخلاقيات اللي هي تبعت المجتمع، للسوشيال نورمز، قواعد السلوك المجتمع. يعني مثلا شوف، احكي لك شغله. It also takes into account abuse term of cyber bullying، مثلا عملية التنمر، عملية مثلا ايش التنمر الآن بصير عندنا في تنمر إلكتروني، لأن التنمر البولينج اللي هو عملية التنمر بالوضع الطبيعي مش مقبول، فإحنا كمجتمع بنرفض التنمر بشكل عام، لأن صار عندنا في مصطلح اسمه التنمر الإلكتروني الذي يستغل الفضاء الإلكتروني عشان يعمل عملية تنمر، حتى التنمر عن طريق الشات، التنمر عن طريق الكومنتس، التنمر عن طريق الحسابات الوهمية بغض النظر. فهاي طبعا هو بده يرجع لك إنه العقلية طبعا تعتمد على الأساس هي العائلة، إنه هاي الأخلاقيات تتم عن طريق العائلة، انتشار عن طريق العائلة. ولكن كمجتمع مثلا، أنا بدي أحكي عن التنمر، كمجتمع أنا أرفض التنمر، كمجتمع أنا نرفض التنمر، لأن حتى بالفضاء الإلكتروني نحن نرفض التنمر. فأنا بناء على إيش أنا اعتمدت السايبر إثكس هون؟ على قواعد السلوك المجتمعية اللي إحنا موجودين فيها. تمام؟ طيب، سايبر إثكس as environmental إثكس، يعني أنا هون بدي أحب أتعامل مع التأثير للسايبر تكنولوجي على الهيومن نيتشر ريليشن، على العلاقات الإنسانية ما بينهم وبين بعض. أيضا it highlights environmental negative impact of energy، للطاقة كمان بتأثر لك على ال positive impact. يعني أنا بدي أشوف ال يعني مثلا لما قعدنا نحكي فترة عن البيتكوين وعن عملية التعدين، وإنه أنت شغل الجهاز وشغل لك 20 جهاز وطلع منهم مثلا، خليهم يشتغلوا على يسووا عملية تعدين ويطلعوا لك مصاري. الآن هذا الحكي عم بيؤدي للطاقة، إنه عم بيستهلك كهرباء كثير، ولما يستهلك كهرباء كثير مثلا ممكن يؤدي إلى عملية احتباس الحراري مثلا كمثال. ففي ناس مثلا بطلت تشتغل على هذا الموضوع من هذا الموضوع، إنه أنت يا عمي في أخلاقيات الناس عم بتعاني منها بهاي الطريقة. هاي مهمة جدا، لكن برضو هاي من ناحية سلبية، لكن في من ناحية إيجابية. من ناحية الانفايرمنتال أنا عم بشوف التنبؤ بالطقس، عم بشوف أبحاث علمية كلها عم تعتمد عن طريق هاي. وكمان برضو بتعامل مع الأسئلة برضو، هل إنه مثلا أجي أعمل عملية تجارب وأخرب بعض الأشياء عشان بس أطبق بحث علمي مثلا؟ ففي هاي يعني هاي كسايبر إيثكس أنا بستفيد منها كإنفايرمنتال إيثكس. يعني أنت كمان لما تيجي تحط أخلاقيات الفضاء الإلكتروني أو أخلاقيات للأمن السبراني، أنت خلينا نسميها مسماها الحقيقي اللي هي أخلاقيات الفضاء السبراني، تمام؟ كسايبر إيثكس بتستفيد برضو من إنفايرمنتال إيثكس، تشوف إيش تأثيرها على الـ human nature relation، شو العلاقة تبعت تأثير التكنولوجي على الـ human nature relation، على الـ human nature، على طبيعة العلاقة الإنسانية الموجودة. طيب والله أنا هون كمان برضو كإيثكس أنا برضو بدي أشوفها لها علاقة بالـ economic ethics. كيف يعني economic؟ يعني طلعوا لي هون شغلة مهمة جدا. أنا لما أجي أفكر بالسايبر إيثكس أجي بفكر فيها بطريقة، انه شو البوزيتيف والنيجاتيف على السايبر سبيس؟ كيف يعني؟ يعني هل وجود السايبر سبيس، الفضاء الالكتروني والانترنت، وجود الانترنت والشبكات والاتصال، هل مثلا زاد فرص العمل؟ اذا هذا جانب ايجابي. هل انه مثلا استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف قللت من فرص العمل؟ فإذا أنت تطلع على economic ethics كأخلاقيات، لكن لها علاقة بإيش؟ بالاقتصاد.
من ناحية اقتصادية، مثلا أخلاقيات الاقتصاد. فإحنا هون بنفكر فيها مثل حالنا هذا السؤال من هاي الطريقة. طبعا صار عندنا كثير، يعني احنا طلع عندنا سايبر سيكيورتي ريسيرش، سايبر سيكيورتي جوبز، هاي كلها طلعت وظائف جديدة ما كانت موجودة من زمان. تمام، فهاي برضو الوظائف الجديدة الناس استفادت. اوكي صح، الناس استفادت صح، لكن برضو الشركات دفعت مصاري زيادة. تمام، فممكن خسروا مصاري زيادة يحسبوها من طريقة ثانية. فهاي كلها عبارة عن economic ethics could be followed with while dealing with each situation. بدك تطلع عليها من هاي الناحية. وفي عندي اللي هي religious ethics، اللي هي الآن أنت تطلع على هون مثلا السايبر سبيس. هون طبعا طبعا وجود الفضاء الإلكتروني، أنت لاحظ الموسيقى، الثقافات، الناس، أنت صرت تدخل بدك تروح تسافر على بلد بالفضاء الإلكتروني، صرت تشوف ثقافة هذا البلد، صرت تشوف دين هذا البلد، شفت تصير الموسيقى اللي تستخدمها، حتى الرقصات الفلكلورية أو الشعبية لهذا البلد، التنوع الثقافي اللي عم بصير، ال language diversity، حتى الديانة الموجود أو ال hate message. فأنت لما تيجي تستخدم السوشيال ميديا، السوشيال ميديا بتعطيك هي بلاتفورم، يعني هي تقريبا بتعطيك أرضية إنك تستخدمها. ممكن تستخدمها بطريقة صحيحة أو ممكن تستخدمها بطريقة سيئة. فأنت لما تيجي تستخدم السوشيال ميديا فكر فيها، إيش ممكن الأشياء اللي ممكن تأثر عليه. هذا تقريبا بشكل عام إيش أهم مصادر الأخلاقيات اللي صارت عندنا هون. إحنا هون بشكل عام وبشكل سريع عرفنا إيش يعني السايبر سبيس في البداية. هون لما حكينا، هون حكينا عن مقدمة عن المادة وهيك، لكن احنا هون حكينا عن السايبر سبيس اللي هو الفضاء الالكتروني، وعرفنا السايبر سيكيورتي انه انا بدي احمي المعلومات اللي عم بتصير جوا، وقلنا الخمس عناصر الاساسية الموجودة في السايبر سيكيورتي اللي هي الخصوصية، سلامة البيانات، الافيلابيلتي اللي هي الاتاحة او يكون متاح، والاثنتيكيشن مصادقة، وايضا النون ريبيوتيشن اللي هي عملية عدم الانكار. حكينا عنهم، حكينا عن السايبر ايثكس. هون كيف طلع معنا السايبر ايثكس؟ والسايبر إثكس إيش له علاقة مع مين؟ مع المجتمع، مع الأشخاص، مع الطبيعات. حكينا شو علاقة السايبر إثكس بالسايبر لوز، وكمان برضو طلعنا على السايبر سيكوريتي بوليسي، وقلنا العلاقة ما بين الإثكس والسايبر لوز والبوليسيز، والعلاقة ما بين البرايفسي والسيكوريتي، وكيف من خلالهم أنا شفت احتياجنا للسايبر إثكس من خلال البرايفسي والسيكوريتي مع بعض. وقلنا طبعا المبادئ العشرة المهمة جدا جدا عندي في الكمبيوتر إثيكس، مهمة جدا إنه أي حدا بيشتغل عليها. وطبعا كتبناها بطريقة، هون كتبوها بطريقة مختلفة تماما هون، وهي مصادر الأخلاقيات. فهيك إحنا بنكون أنهينا المحاضرة، وبتمنى إن شاء الله إن الأمور تكون وصلت، ونشوفكم على خير إن شاء الله في المحاضرة القادمة. شكرا جزيلا على حسن استماعكم، ونراكم على خير في المحاضرة القادمة.